إذا بدي أفكر بتعبي وإذا بدي أفكر بشغلي وإذا بدي أفكر مين عصبني وإذا بدي أفكر إنه رحت على السوبر ماركت وما أقدر أجيب أكل وإذا بدي أفكر بسلبيات الحياة ما بقدر غمض عيوني وأوقف قدام الرب. بدي انسى كل شي، كل همومي وضعه بين ايدي، كل وجعي حطه بين ايدي، كل همي بين ايدي، كل ضياعي بين ايدي، كل خطيتي بين ايدي، كل دموعي بين ايدي، كل لحظة عم عيشها بتعاسي بين ايدي، وقل له انت تصرف. انت اللي قلت لنا انه حملك خفيف ونيرك حلو وهين، احنا احملنا عم نرميها قدام اقدامك يا رب.
ونوينا كتير. ما في حدا اجى على هالقديس صدفة، حتى يلي جاي لأول مرة أكيد مش صدفة، لأنه أنت بدك منه شيء. ويلي صار في عنده محطة أسبوعية يتلاقى فيك ومعك بهالكنيسة أكيد مش صدفة، وكل إنسان بيتلاقى فيك أول مرة بيرجع بيصير يحس بحنين عم بشده تيعيش اللحظات معك، وبيغمض عيونه وبيتمنى أنه هاللحظة ما تنتهي. رح صلي وبصلاتي أذكر نوايا بعضكم، وبالنهاية الوقت بيكون معكم. إذا أنا ما ذكرت نيتكم حتى يكون معكم وقت أنتوا تحكوا مع الرب وتسلموا وجعكم أو فرحكم، بدي صلي على نية كل شخص أول مرة بيكون موجود معنا. بدي صلي على نية عيلتنا يلي عم تكبر أسبوع بعد أسبوع، ولقائنا عم يتكرر والفرح عم بزيد والبسمة عم بتملي قلوبنا، ومنطلع من هالكنيسة حاسين بروحك القدوس ساكن فينا، والدنيا مش ساعدنا من الفرح يلي منكون عم نعيشه رغم كل شي. بدي صلي على نية الناس المنسية، على نية الناس المتروكة، على نية الناس يلي يمكن تلاقينا فيهن وغطينا النظر وعملنا حيلنا مش عم نسمعهن. صحيح انه كلنا وضعنا ضيق، بس القرش ممكن ينقسم بين اثنين، ورغيف الخبز ممكن ينقصف بين اثنين، وما حدا رح بيموت من الجوع. رح منصلي على نية كل إنسان بردان ومتروك، متروك من ولاده يلي ما عم بيفكروا فيه، متروك من أهله، متروك من أشخاص عزيزين عليه ربيهن وكبرهن وعلمهن، وصل لمرحلة انه يكون متروك. رح صلي على نية كل انسان ما عم بيعيش السعادة وما عم يعرف شو طعم السعادة، وكل مرة بينبش على السعادة بيرجع خايب، لأنه السعادة عم ينبش عليها بين الناس، عم ينبش على السعادة بين أشخاص بيشبهوه، وما بيعرف إنه السعادة الحقيقية هي السعادة اللي بتاخدها من الرب، وبتكون سعادة مجانية أنت بتعيشها وبدون ما تريد تعدي الآخرين منها. والسعادة ما بيتفتش عليها إلا بمحل واحد، لما تغمض عيونك وتتمنى إنه هالوقت ما يخلص معه. بدي صلي على نية كل إنسان في عنده حلم
عم يحلم وعم بحس في عوائق عم توقف قدامه وحلمه عم يتسكر وعم يحزن وعم يبكي وبحس انه الرب تركه. بس اكيد انا بدي اقول له انه الرب مش تاركه. اذا هالحلم لإلك حلمك رح يتحقق. بدي صلي على نية كل اثنين يتواعدوا مع بعضهم انه يكفوا الطريق مع بعض وارتبطوا واسسوا عائله مسيحيه حتى تضل عائلتهم تحت انظار الرب. وبدي اذكر كل اثنين تواعدوا انه يكفوا الطريق. كانوا عن جد عم بيريدوا انه يكفوا الطريق مع بعض بس اسباب كثيره كانت سبب انه يفترقوا. انا بدي اقول لهالشخصين الحياه ما بتنتهي هون. الحياه هي محطات نمرق فيها بحياتنا وبكل محطه في عقبات لما منتخطاها مننتصر ولما ما منتخطاها كمان مننتصر لأنه منكون اتعلمنا منها. بدي صلي على نية كل إنسان قرفان من الدنيا وما في شي عاجبه بشغله مش مبسوط بعائلته مش مبسوط مع رفقاته مش مبسوط دنيا سودة عم بيحاول انه يفرح بس ما عم بيلاقي السعادة الحقيقية. بدي اقول له غمض عيونك وعيش هاللحظات معه واتمنى انه الوقت ما يخلص وصدقني نعم كتير رح تاخدها منه. بدي صلي على نية كل شاب وكل صبية مشي بطريق الغلط بيوعدوا الرب بس بيرجعوا بيغلطوا. اللي بدي يقولوا انه الرب قلبه كبير ومستعد انه يسامح 70 مرة 7 مرات لما كل مرة منجي لعنده تايبين. بدي صلي بنوع خصوصي على نية الشباب يلي بتقلن عن الاعتراف بيقولوا لك شو اعتراف يا ابونا؟ انا بدي جمعة تسمعني تعترف. وبصير يفاخر قدام رفقاته انه هو عايش بحالة الخطأ بحالة الغلط. ولما منجي قدام الاعتراف اعترافه ما بيتخطى 5 دقايق او 10 دقايق. ليش نحن بدنا نفاخر ونقول انه نحن خاطئين حتى يقبلونا؟ ليش نحن بدنا نفاخر ونقول انه نحن ماشيين بطريق الغلط حتى يقبلنا الاخرين؟ يزعل الكل وما يزعل الله. يزعل الكل وما يزعل الله. هيدا هو الأساس بحياتنا إنه نكون عم نرضي الله وكل شي بيتغير وكل شي بيتجدد وكل شي بيصير حلو. بالنهاية رح صلي على نية كل اللي سبقونا من أهل من شباب منعرفهم من صبايا منعرفهم من أهل من أم من باي من عزيز على قلبنا تركنا وصار فوق عند الرب. اللي بدي أقوله إنه هيدي مسيرة الحياة منموت ومنولد
لما منولد أول مرة ومنكون آدميين ومنموت ومنولد تاني مرة لما نصير مسيحيين بمعموديتنا ومنموت ومنولد تالت مرة لما منموت عن هالأرض ومنولد فوق بالسماء أبناء تنتنعم بمجد ربنا يلي وعدنا فيه إلو المجد للأبد.